ياك ما تضرب شي واحد بعدا من الاخوان، ياك ما تضرب شي واحد من الاخوان. لا ما ضربت حتى واحد الحمد لله الحمد لله اللهم. المهم ما كاين، المهم بعدا بالنسبه للمغاربه ديالنا الاخوان ديالنا السائقين ديالنا راه ما تضرب حتى شي واحد والامور راه بخير وعلى خير ياك. صراحه انت كما قلنا سابقا سي سعيد تلقينا هذا الصباح هذا يعني من اتصالات من واحد العدد ديال السائقين المهنيين اللي كينتميو للجمعيه ديال المجد السائقين المغاربه اللي بخصوص واحد الاحداث صراحه اجراميه وارهابيه اللي فيها واحد اللي فيها طلقات ديال القرطاس ما بين كما قلنا سابقا ما بين ديداني ودياما اللي يعني قريبه للحدود، وغالبا كما قلنا هذه الاحداث هذه غالبا كتوقع ما بين الحدود، وكيف كيعرف الجميع بانه الطريق ديال طريق صغيره يعني ما غاديش تبين لك شكون مسبب هذه الاحداث ولا شكون يعني الهدف ديالها. على الاقل الحمد لله اللي كنلمسوه من هذا الشيء بانه خلال التواصل ديال مع السائقين المغاربه راه ما كاينينش السائقين ديالنا وسط هذا وما حاصلينش في هذه الاحداث هذه. هو بالنسبه للسائقين المغاربه من خلال التواصل ديالنا معهم بان الحمد لله ما كاينش اغتيالات في الصفوف المغاربه، كاين واحد الشيء ديال كما قلنا الاحباط وهذا، ولكن اغتيالات ما كاينينش. اما بالنسبه للصفوف ديال الافارقه على ما اتصلنا به بانه فعلا كاين اغتيالات، لانه راه توفاو الناس تما وكان طلق كما قلنا عن طريق طلقات ديال القرطاس. طبيعه الحال هذا الكوفات ديال الجنود اللي في مالي اللي غاديه يعني كوفات متواليه صراحه باستمرار غاديه جايه، لربما هذه يعني هذه الاحداث ما بين هذه الكوفات وما بين هذه العصابات الاجراميه. من خلال هاد الرسائل ومن خلال هذه الاحداث ومن هذا الاضراب ديال النار الا وكيتبين لنا بانه كاينه خلف مصادر يعني اللي كتسعى انها يعني تعوق هذه المسيره ديالنا، يعني كاينه اطراف عندها اهداف باش تعوق هذه المسيره ديالنا. انت كيف كتسمعوا دابا هاد المشاكل اللي كتوقع في اوروبا يعني في الفيزات، يعني انقطاع ديال الفيزات على السائقين المهنيين، كذلك المشكل في افريقيا هنايا ديال الاشكال الضربات الناريه، وهاد يعني كل مره زعما هاد الارهابيين تيديروا هاد الحاله. من بين التوصيات اللي كنوصوا بها السائقين المغاربه والمهنيين بصفه عامه في اتجاه افريقيا انهم يحاولوا باعتبارهم سفراء البلد ديالنا، باعتبارهم انهم كيحملوا واحد الرساله واحد الامانه في اتجاه افريقيا، انهم يبقاو محافظين على مجموعات كما كنعرفوا هذا الحد اللي كيميز هذه الحرفه ديالنا كما قلنا بوسعيد، اللي كيميز هذه الحرفه ديالنا خصوصا في اتجاه افريقيا ولا اوروبا، انه كنا دائما كنخلقوا الاجواء فيما بيناتنا، انه ما عمر كنا كنبقاو بعاد على بعضياتنا. غالبا كتلقى كوفات، الا ما تلقيتي كاع كتلقى ثلاثه ديال السائقين مجموعين او لا اربعه او لا خمسه او لا بعض المرات كيكونوا حتى 10 غاديه كوفه وحده. فهذه من بين اهم الميزات اللي كانت كتميز صراحه السائقين المغاربه اتجاه افريقيا واتجاه اوروبا. فكنتمنوا انهم يبداو محافظين على هذه الميزه هذه، لانه هذه الميزه هذه هي اللي غتحميهم صراحه ضد هاد الاعداء ديال الوطن وضد هاد الارهابيين وهاد الاجراميين. فلذلك تتمنوا يحافظوا على هاد الميزه، وكذلك السلوكات ديالهم صراحه راه هما الاخوان ديالنا المغاربه معروفين كاع الجميع كيشكرهم والمستوى يعني دول مشاكل دو هذا. فنتمنوا انهم يحافظوا على هذا، وكنتمنوا يبقاو كما قلنا كوفات مجموعات باش تسلم صراحه ويتمشاو بالنهار، غالبا تمشاو بالنهار لانه اللي كنعرفوا الليل والاحوال يعني ديال الليل والاجواء ديال اللي كتكون كتكون كما قلنا الدبانه كيكون واحد العدد ديال الاكراهات. الطريق كما قلنا الطريق فيها غير 2.5 متر كتكون ما بين في وسط الغابه، يعني ما كتعرفش هذا في النهار خلي فما بالك بالليل. فكنتمنوا انهم يبقاو يعني يواصلوا المسيره ديالهم بالنهار ويحافظوا على كما قلنا ديك انهم يبقاو مجموعين كفات ان شاء الله. وهذا هو سميتو.